السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس الفلاحي دارم عدلان. اليوم أنا 23 جانفي 2022. اليوم أنا في ولاية سكيكدا، بلدية جمال رمضان. اليوم أنا في حقول الحمضيات. أيضا كاين حقول لوزيات النكتارين. الحمضيات عندنا كليمونتين وقارص. موضوع الفيديو نهار اليوم ان شاء الله هو نفس الموضوع تاع الفيديو السابقه، هو الخدمه الشتويه لاشجار الحمضيات في شهر جانفي وفيفري، مع تقديم بعض النصائح والارشادات لحقول الحمضيات. خش هنا كاين في المزرعه هذه تعرفنا على خمس امراض، خمسه او اربع امراض راح نذكركم، مع العلاج والوقايه قدر الامكان، يعني باش المزارع يدير حساباته. اول حاجه نبداو بسم الله. الخدمه الشتويه لاشجار الحمضيات 2022 لهنا في ولايه كيكدا. اول حاجه عندنا الرش المادة النحاسية أوكسيكلور نحاس التي تحتوي على النحاس كرش وقائي ضد الفطريات. نرش بحوالي 5 كيلو في 400 أو 5 كيلو في 1000 حسب المنتج والجرعة تاعو. المادة النحاسية تعمل على وقاية من الفطريات، خاصة جافة في الأفرع يصيب أشجار الحمضيات اللي حكينا عليه في المنشورة السابقة. يبدأ بتيبس الأطراف ثم موت الأطراف ثم الموت الرجعي لأشجار الحمضيات. بعد المادة النحاسية نرش الزيوت البيضاء قصد الخنق الحشرات المختبئة في القالب أو الأغصان هذه، وأيضا من التخلص من أيضا من المشكل عفن هباب الأسود اللي تلاحظوا فيه. هذا عفن هباب الأسود ينتج من مخلفات الحشرة ثاقب المصا مثل المن أو التريبس أو الذباب الأبيض، عند تعرضه للشمس يصبح كعب الطبقة سوداء. الزيت البيضاء يعني يقوم بتنقية هذا الوسخ أو العفن اللي متواجد في الأوراق، وبالتالي مكافحة وقائية ضد الحشرات اللي يحتضنها لنا الموسم هذا إن شاء الله. بعد المعاملات الشتوية من النحاس والزيت البيضاء نقوم بالتسميد. أول حاجة بالنسبة للتسميد، بالنسبة للحمضيات نعيد نكرر، بالنسبة للحمضيات فقط نقوم بالتسميد الأزوتي. التسميد الأزوتي نذكر به الأسمدة تحتوي على عنصر أزوت سواء اللوريا أو السلفة الأمونياك أو السلفة الأمونيوم 26. نقوم بالتسميد بالأزوتي ثلاث مرات في الموسم، تذكروا معلومة منيح، ثلاث مرات في الموسم. كيف نقوم بالتسميد الأزوتي للحمضيات ثلاث موسم؟ نقوم بالتسميد الأزوتي ثلاث مرات في الموسم برمي أو بالتسميد نصف الكمية في بداية الموسم، ربع الكمية بعد العقد، ربع الكمية عند الجن. نصف الكمية في بداية الموسم، ربع الكمية بعد العقد، ربع الكمية قبل الجن. نصف الكمية تكون قبل 15 فيفري قصد تشجيع النمو الخضري، كما راكم تلاحظوا الكولوري كانسيس عمل تشجيع النمو الخضري والاخضرار. ربع الكمية بعد العقد ايضا نشجع النمو الخضري، وبعد الجن ايضا نفس الشيء. بعد التسميد الازوتي نقوم بالتسميد بسماد الماب 1261 او 1252 او 1343، سواء سماد عالي فوسفور او اللي ما عنده سماد عالي فوسفور يستعمل سماد الكنز كنز كنز قصد التبع الزهري. سماد الكنز كنز كنز او الماب يكون قبل الازهار بشهر، يعني الغرض تاعو الدفع الزهري تشجيع الاشجار على الازهار. عند بدايه الازهار نرش بوروزينغ او بعد الازهار نرش بوروزينغ، يعني حسب الحاجه. هذه المعاملات السماديه والوقائيه للاشجار الحمضيات. هذا ننبه حاجة، الحشائش المحيطة هذه كما تلاحظوا من الأحسن نقوم بنظافة الحقل، لأنه هذه الحشائش اللي كتشوفوا فيها الدور تاعها وشنو؟ تعتبر وكل الحشرات، وأيضا تقوم بمزاحمة الأشجار والنباتات في المأكولات في الهواء، هكا راهي تغم في الشجرة، يعني تزيد في الحرارة وترفع في الحرارة، أيضا تدفيها. ثاني حاجة إيجابية تدفيها في فصل الشتاء، وأيضا ترفع في درجة الحرارة في فصل الصيف، يعني عندها حاجة إيجابية وحاجة سلبية. الحاجة السلبية الثانية تعتبر وكل الحشرات، يعني كنقوم بمعامل الشتوية لهنا أشجار الحمضيات أغلب حشرات تهاجر أو تختبئ في الحشائش، بالتالي يعني ما درنا والو. من الأحسن نتخلصوا من الحشائش هذه المحيطة للأشجار تاعنا باش تساهم يعني في نظافة الحقل وفي سلامة المجموع الخضري من الحشرات. أيضا ننبهكم واحد المشاكل، خمس مشاكل في الحمضيات هذو. أول مشكلة عندنا العفن الهباب الأسود، راكم تلاحظوا فيه، حكيت لكم وش هو العفن الأسود. اسود وعباره عن مخلفات حشره ثاقبه المصا. عندنا الكوشني استراليان او الكوشني البيضاء، حشرات قشريه بيضاء. العلاج تاعها يكون بمبيد يحتوي على الكلوروبيروفس. عندما نقول برش الزيت البيضاء اللي عنده نسبه تاع هذيك الكوشني بلونش، كما راكم تلاحظوا هاهي الكوشني بلونش هذه، راكم تشوفوا شوفوا هاهي
هذا حشرة بيضاء شغل كما نقولوا آفة سيئة لأشجار الحمضيات، اللي عنده متواجدة بكثرة. نقوم بخلط الزيت البيضاء مع مبيد يحتوي على مادة فعالة كلوروبيروفوس للقضاء عليها، لأنه أي مبيد يحتوي على مادة كلوروبيروفوس يكون فعال ضد الحشرات القشرية سواء السوداء سواء البيضاء كما راكم تلاحظوا، وبالتالي نتهنوا منها. عندنا المشكل الثالث هو المشكل الحشري، حفارة أوراق الحمضيات نتخلصوا منها عبر الرش بالمبيد يحتوي على مادة فعالة لاباميكتين. عندنا المشكل الرابع هو جفاف الأفرع كما راكم تلاحظوا ليها هذوك، جفاف الأفرع هو مرض فطري يتسبب في موت أطراف الأشجار الحمضيات، نتخلصوا منه برش المادة النحاسية مع قص الأفرع هذيك وإعطاء النحاس العضوي عبر السقي. عندنا تفحم الساقي كما راكم تلاحظوا، اغلب هذه الفطريات اللي كتشوفوا فيها والحشرات هذو يجوا من مشكل واحد هو السقي العشوائي او السق عن طريق الخندق كما كتشوفوا، ما كانش الانابيب في التقطير لهنا، يجوا عن طريق انابيب ساقيه وكما نقولوا حنا للخندق، اللي تغلب اغلبيتها شو تجيب المرض وتجيب الحشائش وتجيب اصناف غير مرغوب فيها، وبالتالي من الاحسن نستعمل الانابيب للتقطير ونستعمل يعني وعيده الري الحديثه لنجنب هذا النوع من المشاكل. دوك نديكم فيديو الدوزيام للاشجار اللوزيه نحكي لكم فيه على الخدمه الشتويه، وبعد الفيديو الثالث اشجار الليمون ونقف الفيديو اليوم. شكرا، نتلاقى في الفيديو الدوزيام.